عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا كنت واجد هنا في واحد المنزل هنا للبيع في دوار جابر. المساحة ديالو هو 60 متر، 60 متر كما كتشوف. هذا هو الفصاد ديالو هنايا، هذا هو الفصاد ديالو، الباب ديالو هنايا، خصو شوية فينيسيون. الثمن ديالو راهم طالبين فيه 34 مليون، فيه 60 متر وفيه السفلي وفيه الفوق وفيه الدوزيام. واللي بغى يستعملوا الكريا ولا يستعملوا الكريا ولا، راه مزيانه له الكريا ولا. واللي بغى يسكن عاوده يزيد فيه شويه الاصلاحات وهذا، راه بروميير، راه دو بروميير، راه مزلج بكل شيء. السفلي اللي خصو شويه الخدمه، شويه لا فينيسيون صافي. كما تشوفوا هذا هو الفصاد ديالو على جوج جهات، على جوج واجهات، هذا في دوار جابر. الدار لا على قد حاله، ولا يديرها الكريا ولا يديرها يكون فيها، ولا يديرها غير الكريا ولا يستافد بها، راه مزيانه، مزيانه فيها جوج طبقات. هذا هو المدخل ديالها، الباب ديالها غادي ندخلو هنايا، هنا المدخل ديالها هنايا، وغادي نشوفو شنو فيها الداخل، هنا لتحت والفوق، والفوق على جوج. كما كتشوفو هذا راه بيت، هذه اللي راه اللي من هنايا، كاينو فصلها لما ظن هاذيك راه كويزين، كوزينة جات في الفصاد تما. وهذا مرحاض، وكان هنا شومبرا اخرى عوده. كاين شومبرا كيما كتشوفو هنا، بيت اخر.